بسم الله الرحمن الرحيم. ربي سبحانه وتعالى أول حاجة نبهنا للفتنة، الفتنة أشد من القتل، معناها أخطر من القتل كل الفتنة. الفتنة على خاطر تنجم تقتل برش ناس، مش واحد برك، القتل تقتل شخص برك، أما الفتنة اللي تنجم تقتل برشا ناس. إحنا رانا في قفصة، رانا ناس خويا، ناس عائلة واحدة، نحبوا نبنوا قفصة من جديد، نحبوا نبنوا قفصة بعقلية اللي القفص يراه يحب القفص ويحب تونس. رانا كنا تونس، رانا كنا بلاد واحدة، رانا كنا إخويا، رانا كنا دم واحد. إذا كان إنسان يغلط مش بالضرورة الناس كل تغلط معاه. دعوة موجهة للناس الكل يا ولدي، الناس الواعيين يفهموا الناس اللي ناقصين شوية وعي، ما نقولوش الناس اللي مش واعيين، والناس الكل اللي تحب البلاد هذه نحبوا نحركوا في شبابنا وفي جيلنا الجاي، نحبوا نحركوا فيهم روح المواطنة باش الناس كل تحب تخدم وتبني هالبلاد هذه. خلينا نقدموا شوية قدام يزينا معانا، رانا تعبنا، رانا ما عادش قابلين الحوايج هذي. الناس اللي عندها اغراض معينه تكتفي على روحها، يلزاهم يلزاهم من اثاره الفتنه. راي الفتنه هذي باش تحرق البلاد هذي. كل يوم نسمع بلاصه شاعل راي قلوبنا وتمشي بتجري بالدم، يزينا من الحاجات الخايبه هذي. بربي رجاء رجاء، دعوه للناس الكل، دعوه للطبقه الواعيه، دعوه للطبقه المثقفه انا تشارك في الحمله هذي ضد اثاره الفتنه وضد اثاره النعره هذي تاع الجهويه ومتاع العروشية. يزينا يزينا، رانا تعبنا، الواحد ما عادش راقد بالتعب، راهو صدق الانسان راهو ما عادش راقد بالتعب، الانسان تعب صدقوني. رجاء نعاود نداء للناس الكل، للطبقه الواعيه، للطبقه المثقفه في البلاد هذه، باش الناس كل تدخل من غير حتى ما يتخرجوا، من غير ما حتى يعرضوا روحهم للخطر، مش مشكله لا، في سبيل جهتنا وفي سبيل بلادنا نضحوا ونخصوا شوي وقت ونعطوا اهميه للمواضيع هذه. حتى ولو نعملوا حملات توعويه، نعملوا حملات نتاع معناها نشاطات، نعملوا نحركوا الناس كلها اللي حتى يديها في جيوبها وقاعده في القهوه، ماذا بينا الناس كلها تتحرك في المجال هذا. دعوه للجميع، دعوه للجميع، دعوه للجميع، بربي يتحركوا، يزينا يزينا مسكتنا، يزينا ما قعدنا في القهوه، يزينا ما قعدنا في التراك. وبارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. مروان بن عبد الله من المتساكنين من طرف لاله، نسكن في حومه العين. نحب ندعو العباد لحاجة واحدة، اللي قاعد يصير راهو والله حرام، وراهو بالحق الفتنة راهي أشد من القتل. نبداوش نخرجوا في الإشاعات وهو قاعد يصير وهو قاعد يصير، احنا تو شفنا الناس كلها اللي راهو بالحق كل شيء صاير باطل مش يرتيب. لا اللي عنده حق باش يمشي يهز طرف وطاه وباش يمشي يغور على طرف وطاه، هذاك حق راهو مش حق. كان ثم طرف وطاه ولا ثم وطاه يقولوا بسم الله ولا بسم الكسر ولا بسم أي بلاصة، خلوا تو الناس تقسمها، الناس تعرف البلاد، مش كل واحد يهز يمشي فاس ولا واحد يمشي يهز طرف وطاه نتاعه. ولا اللي زاد باش يقول راهو طاطي وغيري اللي عليه ويستعمل سلاح كيما صار وماتوا زوز ولاد صغار، زاد حتى ذاك راه ما عندهاش حق. دونك الزوز غالطين، هذاك باطل وهذاك باطل، ماذا بينا ننقذ شويه البلاد. قاعدين نسمعوا احنا البارح ليل الناس ما ردتش، هام جايين، كان مشوا للكسر قالوا لهم هام جماعه ليله جايين، مشوا للصبط هام جايينكم، مشوا لليله هام جماعه الكسر جايينكم. ثارت حربه وثارت واحد ما فكه كان الجيش والشرطه واحد، ماذا بينا الحاكم يكون واقفه اقوى من هكا شوي، يزينا من النعرة ذي ويزينا من الإشاعات ذي، وها وضا يلم وها وضا يلم. رانا فتنا، رانا في قرن 21، مش وقت باش نبدو نعملوا في الحوايج ذي باش تثور البلاد. واحد شوفوا تشوفوا بلايص أخرى ناس هي تعمل في مشاريع وناس، علاش كان عندنا احنا النعرة هذي؟ علاش كان احنا قاعدة صاير المشاكل ذي؟ خاطر ما حاجتهمش، ما حاجتهمش باش نقدموا شوي، ما حاجتهمش باش بالحق، ما حاجتهمش، ما حاجتهمش حاجتهم ديما نبقوا كيما هكا احنا. شوفوا ترك حردية تثور المتلوي، ترك المتلوي تثور العرايس، ترك ثارت ليلة، ثارت السند، ثارت. علاش كان عندنا احنا الشيء هذا؟ ماذا بينا نقدموا شوية كيما تفهمنا؟ أنا ولاد اللي جا رانا احنا وياهم خيو، أنا خيوتي هذوكم اخواتي وقروا معايا وعائلة واحدة، رانا نسكنوا في بلاد واحدة، مش تو باش نجوا نخرجوا جوابر من ليلة ولا باش نخرجوا ولاد اللي جانا من ليلة. يزينا من النعرة هذه، عندنا حاكم نحطوا كل شيء سير طابل، اللي يستحق الحبس يستحق، الأولاد هذوكم ماتوا الله يرحمهم، ونجيبوا لهم حقهم، نجيبوا لهم حقهم بالحاكم. قتلوهم بالكرتوش يدخلوا الحبس. وكهو يزينا من النعرة ذي، خلينا نقدموا بالبلاد شوي وخلينا بالحق، خلينا نولوا عائلة واحدة في كلامه، عائلة واحدة وثورة ثورة ثورة، ما وصلنا منها حتى شيء، كان باش توصلنا منها الحوايج ذي ما حاجتناش بها. وربي يهدي إن شاء الله، ربي قدر خير.